شباب تحياتي لكم. اذا كنت انت من محبين المرسيدس صوت الهدير الحلو وثماني سلندر، نعم هذا الفيديو لك. بدي اعرفكم على صديقنا ومتابعنا محسن شرفنا بمنطقه جنوب بي 550، نعم ثماني سلندر كوبيل 2010، ذوق زانو نعم البروجكتورات لدي يا احلى شباب. من بعدها عندنا هالدايمن كات جريل، ولانه صاحبها مزوي بغض النظر انه التوبوني ام جي حط لها اللب المميز، جونت الاي ام جي 19 انش سايد سكيرتس نافرين طبعا اي ام جي باكج. من بعدها بتدور وبتفتح البصمه والبصمات الحلوين نحن ورايحين نشوفه معي جونت مسح البرمي ولا احلى منك. ستوبيت شفرة نعم، شوفوا الصورتيات لأن V8 السيارة وعندنا كاميرا على الأريال. السيارة عليها أكزوست يعني صوتها نغم، بس قبل ما نسمع النغم اعملوا برمي حوالي السيارة واعطوني رأيكم بالتعليقات. وهي لمحة يا شباب عن ال 550 8 سلندر، داخلية جلد أسود مع درزة بيضاء فورمايكل، سيتس طبعا جلد مع ميموري، وهي الداخلية الحلوة المميزة والسقف طبعا بانوراميك. ذا مالتي فانكشن ستيرنج نعم شيفترز، اهلا وسهلا. لا عم يسال كبسه السعاده بنقول لهم موجوده هذه الشاشه الكبيره تعتبر بقلبها نافيجيشن سيستم هوب توب. ركبنا اريير حتى نشوف انا وياكم الكاميرا يا احلى شباب. من بعدها هيتد سيتس فنتيليتد سيتس كبسه سبور، وهذه كبسه البيت دي اللي هلا راح نشوفها، والاحلى واحلى انه السيتس دايناميك. رئيس محسن جاهز سمعنا النغم؟ طلبوا اي 550 حلو ومميز، عنده حل واحد، يتواصل مع صديقنا متابعنا محسن، شرفتنا واهلا وسهلا فيك. مثل ما دائما بنقول الله يبعد ضربات ويهني صاحب النصيب. صور اوراق ملا محسن عندنا على الويب سايت تركين موتورز.com.